الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج 90 دقيقه. بنفتح فيها مع حضراتكم ملفات مختلفه ومتنوعه، منها ما يخص الشان المحلي ومنها ايضا ملفات وقضايا تخص الشان الدولي، ودايما بنشوف الانعكاسات والاهميه فيما يتعلق بقى عندنا في مصر وبمجتمعنا، سواء قصص اقتصاديه او سياسيه. ودايما طبعا مع زميلي حسام. اهلا وسهلا بك يا حسام. اهلا بك يا هبه، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من 90 دقيقة. وزي ما قالت هبة، عندنا النهاردة يمكن مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأخبار والفقرات، وهيكون عندنا فتح لبعض الملفات المهمة، منها مثلا على الصعيد الداخلي هنكون معاكم طبعا بعد الإعلان طبعا عن تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستعداد مصر لاستضافة أولمبياد 2036. هنشوف متابعة كمان لما يحدث في طبعا آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على المشهد الدولي. عندنا كمان مجموعة من الفقرات الأخرى كمان يا هبة. النهاردة يمكن في الاستوديو معنا فقرتين أساسيتين حابين نحن يعني نتكلم فيهم مع حضراتكم. الفقرة الأولى نموذج الحقيقة ملهم وجذاب جدا ويوحي بالأمل وبتحدي كل العقبات وكل الصعوبات، دكتور رأفت صلاح اللي عنده تجربة ملهمة في حياته، وصل لمنصب أنه يكون أستاذ بعد رحلة طويلة ومعاناة وتحديات كبيرة، يهمنا ويشرفت أنه يكون معنا النهاردة. بالإضافة لأن احنا هنفتح مع حضراتكم أيضا آخر تطورات يعني ملف العفو الرئاسي ولجنة العفو الرئاسية وأبرز الإجراءات اللي بتخرج منها، ويعني يمكن القوائم الجديدة اللي هي بصددها، وأيضا مسألة يعني إعادة دمج المفرج عنهم في الأشغال أو في الدراسة أو في الحياة بشكل عام، وده ملف شغال عليه اللجنة بشكل كبير جدا وحصل فيه تطورات في الفترة الأخيرة. فمهم إن احنا نقرأ مع حضراتكم هذا المشهد مع الدكتور طارق فهمي اللي هيكون معنا ويشرفنا في الاستوديو النهاردة ونتكلم بشكل مفصل عن هذه القضية. دي يمكن يعني نظرة سريعة أو إطلالة سريعة على أبرز الموضوعات اللي معنا النهاردة، ونبدأ بقى يا حسين. أيوة طبعا، عندنا مجموعة كمان من الأخبار اليومية المهمة، منها ما متعلق بنشاط السيد الرئيس، ومنها أيضا ما متعلق ببعض الملفات الاقتصادية. النهاردة كان في اجتماع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام لاستعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم في مصر. الرئيس السيسي وجه بتعزيز الجهود القائمة كمان في موضوع آخر لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة بشكل عام وصناعة الألمونيوم في مقدمتها بشكل خاص، وده لدورها الحيوي طبعا في كتير من التعاملات المتعلقة أيضا بالتعاملات التجارية والصناعية وبمختلف قطاعات كمان التنمية في أنحاء الجمهورية، وأن يكون في يعني زي حوكمة ومعايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة. كمان اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية، وده لتعظيم الإنتاج وتصنيع وتسويق الألمونيوم وخاماته ومنتجاته ووضعها أيضا في سياق التصدير. كمان وجه السيد الرئيس باستمرار الدراسة المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، ومنها توفير الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم، وده من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية. النهاردة كمان هبة كان في اجتماع لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع آخر. الاجتماع كمان النهاردة مهم جدا الحقيقة حسام، وكان في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة استراتيجية الدولة تطوير التعليم، واحنا عارفين قد ايه الملف دوت بيحظى بأهمية كبيرة في مصر والرئيس بنفسه بيهتم بيه بشكل كبير جدا. الدليل بقى على الاهتمام ده انه السيد الرئيس وجه باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة، يعني المسألة مش مجرد يعني تعليم ومدارس وفصول، لا ده جزء مهم جدا من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان. وجه كمان يكون فيه اهتمام أكبر بتحسين آليات التنفيذ ونوصل للهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب عشان تبقى هي دي القيم الجديدة للتعلم، مش بالطريقة القديمة، لا يكون عندنا مفهوم جديد للتعلم وتكون بقى ثقافة بتتخطى الموروث القديم اللي اختزل كل العملية التعليمية في ان احنا نحصل على الشهادة.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وقد وجه السيد الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع، ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم. وقد وجه السيد الرئيس كذلك اهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسية للعملية التعليمية، مع القيام بانتقاء 1000 معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين. كما وجه السيد الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم استعرض المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في مصر والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في هذا الإطار، والتي تشمل نظام التعليم المطور والمعلمين والتعليم الفني وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة ومشروع مدارس مصر المتميزة وكذلك مدارس النيل والمدارس اليابانية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية. كما عرض الدكتور رضا حجازي في هذا الصدد برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات في التعيينات الجديدة، فضلا عن برنامج أنا المعلم الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم الاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم. كما اطلع السيد الرئيس على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني، وذلك بهدف تحويل المناهج الدراسية به لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك جهود تطوير نظام امتحان أبنائنا بالخارج. الاجتماع شهد أيضا عرض الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم، فضلا عن اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام. الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم في مصر، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلا عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة وكذا احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. كما وجه السيد الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
في بقى شوية تفاصيل إضافية كده برضو بخصوص الاجتماع ده النهاردة وبخصوص توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهم إن احنا نقف قدامها. الرئيس وجه بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان كوسائل مهمة في تطوير التعليم. ده برضو احنا بنتكلم عن تطوير يعني ماشي على أحدث النظم وأحدث المعايير الدولية، وبالإضافة للتركيز على الأولاد نفسهم، اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين، دول هم ذخيرة الوطن وقاطرة الوطن في التقدم. من غيرهم الحقيقة هتبقى عملية التعليم ملهاش يعني ملهاش قيمة، أو مش ممكن تثمر أو تسفر عن شيء. الجزئية بقى التانية برضو المهمة جدا اللي كانت موجودة في حديث الرئيس النهاردة وفي التوجيهات وحاضرة بقوة، هي مسألة المعلم. يعني من ناحية الأطفال نفسهم مواهبهم وقدراتهم اكتشافها والتركيز عليها، ومن ناحية تانية المعلم باعتباره هو الشريان الأساسي لعملية التعليم دي. وطبعا وجه الرئيس أن يكون في 1000 معلم ومعلمة من المميزين في التدريس، ويتم تأهيلهم على أعلى مستوى عشان يبقوا في طليعة بقى الجيل المستقبلي لمدير المدارس من شباب المعلمين. قرارات مهمة يا حسام وتوجيهات مهمة جدا. فلسفة النقطة دي نقطة جديدة يمكن علينا، وطبعا بنشجعها بشكل خاص، خاصة أن احنا شايفين كمان عملية في زيادة عدد المعلمين زي ما تم إعلانها 150,000 معلم. يمكن شفنا وتابعنا محاضراتكم جزء منها طبعا في عملية الانتقاء الأولى ل 36,000 معلم، وبيتم انتقائهم على معايير وأساليب حديثة وامتحانات وأيضا ما يتفق، ومفروض يخشوا بقى في بداية العام الدراسي الجديد. فأعتقد أنه هذه الخطوات هتتكامل كمان مع زيادة أعداد المعلمين إن شاء الله في السنوات القادمة لاستيعاب حجم العملية التعليمية، ويكون هؤلاء المعلمين مدربين وعلى أعلى المستويات وبيتم انتقائهم وفق أساليب ومقاييس عالمية في عملية أيضا التعليم. هنروح كمان لخبر آخر متعلق بنشاط السيد الرئيس وأيضا نشاط الدولة المصرية. النهاردة كان في تحرك مهم لدعم أشقائنا كمان في الصومال، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد على القوات المسلحة، وده استمرارا لجهودنا في الدعم والتضامن المصري مع الأشقاء الأفارقة في مختلف الأزمات. وحضراتكم عارفين أنه الصومال بتمر يمكن بأزمة خاصة غير الأزمة الأمنية، ولكنها بتعاني من أزمة جفاف شديدة، توقعات أيضا بوصولها أو بالفعل بدأت تصل لمرحلة المجاعة في بعض المناطق في الصومال المضطرب أيضا سياسيا وأمنيا منذ عقود. فالنهاردة قامت القوات المسلحة المصرية بالدفع بطواقم طبية وعلى متن طائرتين لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي لتم إصابتهم خلال الأيام اللي فاتت في عملية إرهابية في شرق الصومال، فضلا عن كمان أنه هذه الطائرات هتحمل كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية، ودي هتقدم طبعا كهدية للشعب الصومالي الوقوف جنبه في محنته. هنشوف تفاصيل أكتر في سياق التقرير الجالي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بكميات من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال. كما قامت القوات المسلحة بدفع طاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة. وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التي تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيا وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم. كل الإمكانيات مسخرة لهم علشان يعني هم إخواننا من دولة الصومال وضحايا عمليات الإرهابية. إحنا عندنا الحمد لله خبرة في تقديم الخدمة الطبية في هذه الحالات، والمستشفى كلها على أهبة الاستعداد لاستقبال هذه الحالات.
الإصابات ما بين إصابات في العين والوجه وكسور بالفك وكسور متفرقة في الجسم، ولكن الحالات كلها الحمد لله مستقرة وتم تسكينهم والتعامل معهم وإعطاء العلاج المناسب ويتم شفائهم على خير ويرجعوا بلدهم بخير إن شاء الله. يأتي ذلك تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. طبعا اللي تابعناه مع حضراتكم في التقرير من تفاصيل ومشاهد مش غريب ابدا على الدور الرائد اللي مصر بتقوم بيه ان كان تجاه اشقائها العرب او اشقائها في القاره الافريقيه. يعني مصر دايما هو ده عهد اشقائها بيه، هي الشقيقه الكبرى وما بتتواناش ابدا في اوقات الازمات او في اوقات المشاكل من تقديم الدعم، سواء كان دعم يعني معنوي او دعم مادي او مساعدات غذائيه او طبيه. والحقيقه انه بالفعل الوضع في الصومال يحتاج كل التضامن وكل الدعم يعني والانتباه، وده اللي احنا فعلا بنعمله في مصر. عايزين بقى نروح مع حضراتكم ايضا لخبر اخر متعلق بالقرارات اللي تابعناها في الفتره الاخيره بخصوص قرارات الحكومه لترشيد استهلاك الكهرباء. النهارده في متابعه دوريه لهذه القرارات، تلقى اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه تلقى بقى تقرير كامل حوالين متابعه تطبيق المحافظات لقرار الترشيد ده في المصالح الحكوميه وفي الاماكن العامه تنفيذ لقرارات مجلس المحافظين وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حوالين خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء. النهاردة بنتكلم أنه 35% من أعمدة الإنارة في الشوارع تم تخفيض فيها الكهرباء وتم توفير الكهرباء وتوفير يعني الكهرباء وترشيد استهلاكها. وخلينا نفتكر كده مع حضراتكم أنه كان الغرض أصلا من هذه الخطة لترشيد الكهرباء هو أنه يتم توفير استهلاكنا من الغاز الطبيعي اللي أسعاره عمالة ترتفع يوم بعد التاني نتيجة لأزمة الطاقة في العالم كله خصوصا في أوروبا. فبدل ما احنا يعني بيتم إهدار هذا الغاز الطبيعي، لا طب ما احنا نستخدمه ونتصدره للخارج ونحصل منه على عوائد اقتصادية أكبر وأموال أكبر. ده كان الغرض والفلسفة. أما المتابعة فهو ده موضوعنا النهاردة، نشوف يعني نشوف المتابعة أخبارها إيه. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور. أهلا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا بحضرتك. يعني إحنا كما قرأنا أنه الحمد لله نجحنا بشكل أو بآخر في توفير حوالي 35% من الطاقة الموفرة لأعمدة الإنارة، ده اللي احنا قرأناه، لكن لو حضرتك لو تدينا فكرة أكبر كمان وخاصة ما يتعلق بقى بالمصالح والمباني الحكومية كمان، وهل قدرنا نحقق وفر بالفعل يضاف إلى فكرة إن احنا طبعا نقدر في المقابل نصدر الغاز الطبيعي، لو حضرتك طبعا تحطنا في الصورة نكون شاكرين. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. هو بالفعل المعالي وزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه تلقى تقرير صباح اليوم بشان ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكوميه وفي الاماكن كمان العامه تنفيذا لقرار مجلس المحافظين وتوجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء في المجلس رقم 38، وده كان بتاريخ 10/8/22. وكان الاساس في هذا وذاك يا فندم انه كافه الوحدات الجهاز الاداري للدوله من وزارات ومن اجهزه ومصالح حكوميه ووحدات اداره محليه انها تعمل على ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بكافه المباني والمرافق التابعه ليها طوال ساعات العمل الرسميه، والالتزام بالغلق التام للاناره الداخليه دي والخارجيه عقب انتهاء طبعا ساعات العمل، عدا طبعا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الاماكن اللي فيها سيرفرات وبعض الحاجات الخاصه بالطبيعه الخاصه بيها. كذلك الامر على مستوى الوحدات الخاصه بالاناره وكذلك الخاصه بالاعمده، سواء كنا بنتكلم على شوارع رئيسه او فرعيه او مداخل مدن قرى نجوع، بحيث ان احنا ما ناثرش كمان على الاضاءه، ده شيء رئيسي. عشان كده كانت النسبة العامة على مستوى الدولة المصرية كانت حوالي من 25% إلى 35% خفض، وده مع المرور 25 35% خفض في الإنارة العامة ولا في المباني كمان والمصالح وكده؟
على مستوى المستوى العام يا فندم. اه المستوى العام كله كنا بنتكلم. ايوه سواء كنا بنتكلم على مستوى الميادين المحاور الى غير ذلك. كذلك الامر خلينا كمان نأكد على الجزئية السادة رؤساء مراكز المدن والأحياء بيتابعوها، وهي الجزئية الخاصة يعني بعدم إنارة أعمدة الكهرباء في الشوارع نهارا دون المواعيد المقررة للتشغيل. البعض بيكون بيشتغل على التجربة أو غير ذلك للتأكد من سلامتها. كذلك الأمر فيما يتعلق برضو الالتزام بخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها، بحيث أن ما تقلش درجة الحرارة لهذه التكييفات المركزية عن 25 درجة. مع والمولات وكده يعني برضو دي مشاريع خاصة، يعني هنقدر نقول إن هم التزموا إلى حد كبير يعني مثلا. ما هو في مرور يا فندم اللي بيحصل، إن في مرور على المولات دي، كذلك المنشآت الرياضية في مرور، وكل ده بيعمل تحت إشراف السادة المحافظين، وبالتالي الربط الدائم مع غرفة عمليات وإدارة الأزمات في وزارة التنمية المحلية على مدار الساعة عشان نتأكد من الالتزام. كذلك الأمر كما حضرتك تعلم إن في التأكد من مواعيد الغلق الخاصة بالمحل العام، التأكيد عليها. كذلك الأمر فيما يتعلق بتتولى المحافظات ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة، كذلك الأمر ترشيد استهلاك الطاقة في كل الوحدات المعنية، وكذلك اللوحات الخاصة بالإعلانات الخاصة بالمحل العام نسبة الخفض فيها كانت نسبة كويسة، خاصة أنها بتيجي بالتوعية على من خلال الزملاء في رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وبالتالي هذه المحال خفضت الإنارة الداخلية بتاعتها بنسبة تتجاوز 12%، وده طوعا يعني منه فرق في الصورة الكلية. يعني أنا أعتقد رئيس الوزراء كان بيشير لو إحنا نجحنا بس في 15% خفض هتفرق معانا بشكل كبير. الى موارد ماديه داخل خزنه الدوله. اللي فهمته دكتور خالد ان احنا وصلنا ل 25-30%، فده يعني كويس. ده انجاز في حد ذاته. دكتور جيم هتلاقي يا فندم ان التوجه العام ان يكون في شحنتين شهريا، ده يعني بما لا يقل عن صادرات بحجم مليار دولار. خلينا نبص على ده انه بيساهم في سد جزء من فجوه الواردات طبعا وأزمة العملة وغيره. احنا بنشكرك طبعا. شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم متحدث رئيس وزارة التنمية المحلية، شكرا جزيلا. طيب هنروح لخبر اخر يا هبه، صح؟ خبر متعلق ب وكنا تابعنا مع حضراتكم يمكن في اكثر من مناسبه عمليات طبعا اللي كانت بتجري في كل مصالح والهيئات الحكوميه المتعلقه بالكشف عن المخدرات، وكمان يبدو انه في ظل الحملات المكثفه والمتتاليه فالنهارده بدانا نخرج بارقام مختلفه عن هذه الحملات، لانه النهارده استعرضت الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن تقرير عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين في الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات وغيره، ومنذ تطبيق القانون طبعا لفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة كان صدر في يناير 2022، بنشوف انه التقرير كشف انه نسبة التعاطي تراجعت من 8% وصلنا ل 0.5 او 0.5، يعني نصف في المية، من 8% نقدر نقول نص في المية، صح؟ نص درجة، نص في المية، بس دي تعتبر نسبة كبيرة. معانا الدكتور مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اهلا بك يا فندم منورنا. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني احنا شايفين نسبه مش قليله، تراجع من 8% لنص في المية تقريبا، هي نسبه كبيره. ده بالنسبه طبعا للحملات اللي كانت مخصصه للكشف الجهاز الاداري للدوله، فلو حضرتك تدينا تفاصيل اكتر وبيانات اكتر نكون شاكرين، وكمان افاق العمليه دي في المستقبل هتكون عامله ازاي.
هو بالفعل زي ما حضرتك اشرت، احنا بالفعل احنا لما بدانا حملات الكشف على العمليه الجهاز الاداري للدوله، وده الحقيقه كان في مارس 2019، كانت نسبه التعاطي ما بين العمليه في الجهاز الاداري للدوله كانت حوالي 8%، والنسبه دي الحقيقه كانت نسبه مخيفه. عشان كده القياده السياسيه كان لديها توجه الحقيقه مباشره بتكثيف حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الاداري للدوله، ومع استمرار فعلا الحملات حتى نهاية 2021 النسبة فعلا كانت انخفضت في ذلك الوقت إلى حوالي 2%، ولكن لقينا إن مفيش فعلا رادع وكان في فراغ تشريعي، فكان كده صدر القانون فصل الموظف من تعاطي المخدرات. والحقيقة ده كان أول السنة دي، لا القانون لما صدر كان صدر في منتصف 2021، منتصف العام الماضي، وكان من لا اللي هو الفصل كان في السنه اللي فاتت ولا في يناير 2022؟ لا صدر القانون في منتصف 2021 العام الماضي، ولكن تطبيقه كان في يناير 2022. فلسفة القانون كانت مبنيه ان يدي فتره سماح 6 أشهر قبل تطبيقه. يعني القانون لما صدر في منتصف 2021 ادى فتره سماح لاي موظف عنده مشكله مع تعاطي مخدرات ان هو يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن اللي هو 16، من غير ما يتم فصله او يتم اتخاذ اي اجراءات بحقه طالما توجه هو. زي ما حضرتك بتشير كده، احنا ادينا فتره سماح 6 أشهر ان هو يتقدم طواعيه من تلقاء نفسه، وبيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفي سريه تامه، وبالاكد كمان ان بيتم في سريه تامه. ده في خلال الفتره 6 أشهر. طب بعد تطبيق القانون ايه اللي حصل؟ القانون لما اتطبق في بدايه يناير 2022 بدايه العام الجاري، برضه القانون من ضمن الفلسفه بتاعته ان حتى بعد تطبيق القانون اي موظف عنده مشكله مع المخدرات وهيتقدم لينا للعلاج طواعية، اهم شيء يبقى من تلقاء نفسه، وكمان قبل نزول الحملات مقر عمله. بمعنى النهارده لو موظف حتى في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها، لو موظف تقدم للعلاج من تلقاء نفسه بنعتبره كمريض وبنعالجه في سريه تامه ولم يقع تحت طائله القانون، لانه عنده النيه في العلاج وفي طالما توجه هو بنفسه. بالفعل ولكن عندما تتوجه اللجنه الى مقر عمله يتم الكشف عليه ويتبين انه بيباشر عمله تحت تأثير المخدر، هنا بيطبق القانون وبيتم فصله من العمل. الحاجة برضو اللي احنا عايزين نأكد عليها، احنا اي موظف بيتقدم لنا بالفعل بيتم العلاج في سرية تامة. احنا عندنا 28 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة بيتم العلاج وفقا للمعايير الدولية، فإن كافة الخدمات العلاجية بيبقى مجانا. نقطتين على حساب الصندوق، السرية والمجانية. احنا برضو اللي بنأكد عليه، فلسفة هذا القانون مبنية مش على العصف بالموظفين ولا فصلهم، ولكن الهدف منه هو تضييق الخناق على الموظف بحيث ان ما يبقاش عنده بديل الا للعلاج. طبعا وده اتجاه جيد جدا على فكرة. واهم حاجة يعني من وجهة نظري في كل الفلسفة دي، نقطتين حضرتك قلتهم ويشجعوا اي حد بيفرج علينا او اي حد قد يكون عنده هذه المشكلة، انه في سرية وفي نفس الوقت في مجانية في العلاج إن هو مشي في الطريق السليم أو توجه للمنافذ السليمة. وحضراتكم طبعا بتقدموا دايما في صندوق مكافحة الإدمان كل الدعم والمساعدة، ويمكن احنا صورنا كمان في صندوق قبل كده. الحقيقة بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا أستاذ مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، وبالفعل من الجهات اللي عاملة شغل كويس جدا 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 في الفترة الأخيرة، والدليل أنه أرقام وإحصائيات ومعدلات الإدمان في النازل بتنزل في هبوط، وأرقام التعاطي كمان بتنزل، لأنه هو بيوفروا كل الدعم بس في جهاز الإدارة، لكن بشكل عام في البلد صندوق مكافحة الإدمان من الجهات اللي قايمة بشغل كويس جدا، وإحنا صورنا قبل كده جهودهم وشفنا الفلسفة والآلية اللي بيشتغلوا بيها. فيعني الواحد لما بيشوف حاجة كويسة بيحب دايما يعني نشاور عليها ونشجعها. طيب عندنا دلوقتي ايه؟ عندنا بقى هنروح لتقرير اخر من طبعا وزارة الداخلية ومجهوداتها في ايضا المحاور المختلفة لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتعامل الإيجابي كمان معها في مختلف القطاعات الأمنية، جهود مستمرة. خلينا نتابع مع حضراتكم أبرز تلك الجهود من الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة. جهود
متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 536 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، خطف، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 231 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 772 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وأسنان جيرينوف و117 بندقية و88 بندقية آلية و44 مسدسا و520 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة، إضافة ل 1659 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455,472 حكما قضائيا، من بينهم 1690 حكم جناية، 165,761 حكم حبس، و 222,546 حكم غرامة، و 65,475 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً، قاموا بارتكاب 58 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 91 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 139 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1573 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 708 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 3655 ونصف كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 51.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 14 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,154 قرص مؤثر و 53,660 قرص ترامادول مخدر و 19,000 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 78 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة هنروح لقصة جميلة على الصعيد الإنساني وكمان على صعيد تدخل الدولة فيما يتعلق بحماية المصريين في الخارج ودعمهم. لكن الأهم في هذه النقطة هو نطمن على صحة مواطن مصري. هذا مواطن اسمه أحمد حسين عبد الفتاح. أحمد حسين عبد الفتاح وصل بالفعل إلى العاصمة الكينية قادما من موزمبيق عشان يتم استكمال علاجه في المستشفى المصري القبطي في نيروبي في كينيا. طب إيه القصة؟ أحمد عبد الفتاح كان في موزمبيق وحصل له وجاله مرض التيفويد، لكن للأسف حصل له مجموعة من المضاعفات يهيبة في صحته العامة وبدأت تتدهور حالته الصحية بشكل سريع. هو تواصل الحقيقة مع أصدقائه مع السفارة وبجهد مشكور كمان من وزارة الهجرة ومن تدخل السفارة المصرية. كان هو طالب أنه هو يتنقل إلى مصر حتى لو لا قدر الله لا قدر الله، نتمنى له ذلك إن شاء الله، ربنا يرجعه بألف خير وصحة وسلامة سالم غانم الأرض وطن والأهله. قال حتى لو لا قدر الله حصلت حالة وفاة فأكون في بلدي وعلى أرض مصر. طبعا كان في مشكلة في عملية النقل من موزمبيق للقاهرة. ليه؟ لأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، فلازم عشان يتم نقله إجراءات صحية معينة متعلقة بأنابيب الأكسجين وغيرها من الإجراءات الصحية اللي صعب اتخاذها على أي خط طيران معين. وكمان لو قالوا له طب لو جبنا له الإسعاف الطائر، المسافة برضو طويلة قوي عليه من موزمبيق لغاية القاهرة، فممكن لا قدر الله تحصل كومبليكيشنز او تعقيدات كبيره ووضع صعب بالظبط. فالموضوع الحقيقه كان معقد جدا. فسياده السفيره سهى الجندي مشكوره، وكمان كمان المستشفى القبطي والكنيسه القبطيه في كينيا قالوا طب جميل جدا، احنا نحاول ننقله من موزمبيق لكينيا وفي مستشفى قبطي هناك وهنوفر له طاقم علاج مصري بحيث ان كينيا اقرب من القاهره، ده على حد ما احنا فاهمين. فبالتالي يتم التعامل مع الحاله بشكل اسرع، وكمان يتم توفير له فريق من الأطباء المصريين، وإن شاء الله نطمئن عليه في كينيا يا رب ويرجع بقى إن شاء الله بعد ما يتعافى إلى القاهرة. فإحنا هنطمن على حالته ونشوف كمان آخر تطورات هذه القصة من سيادة السفيرة سهى الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اللي بنرحب بيها معنا في 90 دقيقة. وأولا بنشكرها شكرا جزيلا جدا على الاهتمام بهذه الحالة الصعبة والمعقدة. أهلا بك سيادة السفيرة، بنرحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، مساء الخير على حضرتك. طبعا سعداء اولا بوجودك معانا، وفي نفس الوقت سعداء جدا بحاله الجهد والزخم اللي حصل مع حاله احمد والتواصل السريع والمكثف. اتصور كنتوا بتتواصلوا مع جهات كتير جدا في نفس الوقت وترجعوا مره تانية تتواصلوا مع اهله ومع اصدقائه وبعدين بسفارات مختلفه في دول مختلفه. فلو نعرف من حضرتك اخر تطورات حاله احمد تحديدا والاتصالات كلها وصلت لحد فين. أنا متشكرة جدا حضرتك إن أنتوا بتلقوا الضوء على الحالة بتاعت أحمد، لأن الحالة بتاعت أحمد كانت نموذج لوحدة المواطن المصري أيام كان وفي أي مكان في العالم، وقد إيه الجهود بتاعت الدولة أثمرت عن إنقاذ حياة هذا الشاب اللي في ريعان الشباب الحقيقة اللي إحنا كنا قلقانين عليه، وخدنا مسؤولية ان احنا ننقذه بالرغم من ان يعني انا مش عايزة اقول لكم حاجات تخضكم، بس يعني احمد تم اخراجه من العناية المركزة في المستشفى اللي هو فيها اعتقادا من ان هو حالته ميؤوس منه. ما حول الله يا خبر ابيض. العملية كانت واصلة الى هذا القدر، عملوا له 6 عمليات في المستشفى اللي هو فيها، وبعدين لقوا ان هو مش بس حالته ما بتتحسنش، ده هو الحاله من سيء الى اسوأ، ومش قادرين يعملوا اي نوع من انواع الكنترول على القرح اللي في معدته والتداعيات بتاعه التايفويد، وكان في حاله من حالات يعني فقد الامل في ان هم يقدروا يعملوا المزيد. أنا بشكر هنا زمايله والجالية وأصدقائه اللي موجودين كانوا معاه في موزمبيق، واللي هم يعني طرقهم واستغاثتهم وصلتنا عن طريق السوشيال ميديا، وعرفنا إن أحمد يعاني وإن هو يعني حصل تداعيات شديدة ليه، وإن هو فقد الأمل وعايز يرجع لمصر، يعني بغض النظر وصل او ما وصلش، المهم ان هو يبقى في الطياره المصري. وكان في حاله يعني هو نفسه يائس
ايوه سياده الوزير، احنا كمان فهمنا انه عمليه النقل دي قد ايه كانت عمليه معقده، وان انتوا درستوا اكتر من سيناريو والسيناريوهات كلها كانت صعبه وخطيره. لا ده احنا عملنا يعني 10 سيناريوهات للنقل، واتصلنا بعدد ضخم من شركات الطيران الافريقيه اللي هي بتطير من هناك، والجميع رفضوا. وتواصلنا مع وزاره الخارجيه وسفارتنا في موزمبيق الاول وسفارتنا في كينيا، محاولة لأن هي إحدى شركات الطيران اللي بتطير بكثافة، من لأن هو كمان حضرتك مش في موزمبيق، مش في موبوتو، مش في العاصمة الموزمبيقية، ده هو بعيد 2000 ميل عن عاصمة موزمبيق. أنت بتتكلم على شاب في مجاهل المجاهل وبعيد عن العاصمة. اللي فهمناه انه حتى الاسعاف الطائر ما يعني كانت فيه مخاطره كبيره على حياته برضه. طبعا يا فندم، ده هو الاسعاف كويس ان احنا توصلنا الى موضوع الاسعاف الطائر، يعني وبالرغم من ان هو الاسعاف الطائر دي اموال طائله، والاسعاف الطائر الى مصر كان هياخد اضعاف الاسعاف الطائر الى كينيا، لان كينيا هي بعيده تقريبا ساعتين ونص عن ماكوتو، عن العاصمه الموزمبيقيه. معالي الوزيرة، طب يعني اسمحي لي أسأل حضرتك سؤال قد يبدو أنه هو ساذج بعض الشيء، لكن إيه اللي يخلي النهاردة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يعني تتحمل هذا الجهد وتركز مع حالة شخص بعينه رغم صعوبة هذه الحالة من كلام حضرتك ومن أصدقائه وأهله، وجوده في أكتر من دولة واتصالات مع أكتر وأميال طويلة وحالة صحية صعبة جدا، ليه أحمد كان مهم جدا أنه يرجع مصر؟ حضرتك أي مصري مهم جدا إن هو عندما يرغب في العودة إلى مصر يعود إلى مصر. يعني وزارة الهجرة مسؤولة عن 12 مليون مواطن مصري في الخارج، أحمد زي أي واحد من ال 12 مليون الباقيين. ما فيش حاجة اسمها إن هو مواطن مصري يبقى في حاجة إلى بلده وإلى وطنه وإلى دعم وما يلاقيش هذا الدعم. يعني احنا مفروض ان المواطن المصري هو في قلب عملية التنمية سواء كان في الداخل او في الخارج، ولازم المواطنين المصريين يعرفوا بان بلدهم فداهم وبلدهم وراه، وبلدهم مش اي بلد، مصر دي دولة عظيمة ودولة قوية ودولة ذات تاريخ. يعني ايه يبقى مصري محتاج دعمها وما تدعموه؟ احنا مش قليلين، وكلام حضرتك ده فعلا واصل لكل المصريين بالخارج. طبعا حضرتك، وعندنا القدره وعندنا الحكمه في التصرف وعندنا الامكانيات ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقدر ننقذ اي حد يطلب هذا الانقاذ. طبعا يعني ده انعكاس للدوله ومفاهيمها الجديده والفكر الجديد للجمهوريه الجديده، ان احنا بنقف كلنا. والحقيقه يعني انا يعني اللي انا شفته في هذه الحاله والترابط والعمل المشترك، مش بس المؤسسات الدوله، يعني مش بس وزاره الهجره مع الخارجيه مع السفارات، الجميع يا فندم، والكنيسه ايضا القبطيه في كينيا يا فندم ليها دور وطني. القبطيه بالدور وطني عظيم من اول ما عرفنا، لان انا هقول لحضرتك دلوقتي الكنيسه القبطيه في يعني بتملك احدى المستشفيات التي يتم يعني يشهد لها الافارقه في كينيا وفي يشهد لها الافارقه في القاره الافريقيه، مستشفى جاد ومستشفى ذو امكانيات ومستشفى بيطار اليه بكل رائع وبكل مستشفى رائع. ده احنا كنا بنتواصل مع الاسقف امبابولس علشان نطلب منه الدعم في ان هو يتم موافاه احمد انبوب اكسجين خاص بالطيران يوفروه له، بحيث ان هو يقدر يطلع على اي طائره من الطائرات اللي راجعه مصر. يعني طبعا مش هترجع مصر بشكل مباشر، بس اللي هي في كينيا من ضمنها الطيران الكيني هو الاشهر اللي موجود في ماكوتو. فبما ان هو راجل ليه علاقات كمان جيده في كينيا، فطلبنا منه ان هو يعني يشوف ايه اللي يقدر يعمله في هذه الحاله، خصوصا ان الطيران الكيني كان متخوف من ان احمد لو طلع على الطياره هيجرى له حاجه. يعني هم نفسهم مش عايزين
ياخدوا مسؤوليه ان هو يجرى له حاجه في القانون. طبعا طبعا وعندهم حق، لان هو حالته الدكاتره شايفين ان حالته صعبه، يعني برضو مش عايزين يتحملوا مسؤوليه حاجه زي كده، خصوصا ان الطريق طويل، هو ما فيش طريق دايركت، لازم يبقى عن طريق دولة ثالثة. فدولة هنا هو الطيران الكيني كان هينزل في نيروبي، فتخيلي بقى حضرتك الطيران الكيني كان هياخده من المدينة البعيدة 2000 ميل عن العاصمة، وبعدين ياخده لعاصمة موبوتو في موزمبيق، وبعدين لكينيا، وبعدين للقاهرة. مع حالته الصعبة دي احنا بنتكلم على عملية مستحيلة ان هو يوصل كده بفايق وبخير، ولازم يتم انقاذ. فلما دخلنا الاسقف أمبابولس في هذا على اساس ان هو يمدوه بكافة الامكانيات اللي توفر له ان هو شركة الطيران ترضى تسفره، فابتدى ان الكنيسه ابتدت تتدخل، والمستشفى القبطي ابتدى يتدخل، وقام بولس الحقيقه كان دوره رائع، لان هو اللي قال لنا ابعتوا لي طيب التقارير بتاعته انا هعرضها على الدكاتره اللي هنا، ويشوفوا اذا كانت حالته تستحمل ان هي تصير لمصر اساسا ولا لا. فاحنا لما عملنا كده الدكاتره اللي هناك في الكنيسه القبطيه في كينيا قالوا له طبعا ما تستحملش ان هو يصير لحد مصر ويوصل سليم، انما احنا مستعدين ان احنا ان احنا نوفر له الرعايه والعنايه عندنا في الكنيسه القبطيه في كينيا، لو وصلنا بشكل مباشر لكينيا احنا هنستقبله من هناك. يعني لو حصل ان في، وابتدوا يكلموا هم من ناحيه واصدقائه من ناحيه الاسعاف الطائر علشان نوفر له امكانيه ان هو يطير لكينيا، وابتدوا يجيبوا اوفر ويحاولوا ان هم يضغطوا على اللي هي فلاينج دوكترز ان هم يدوا اوفر كويس يقدر اهله يستحملوا ان هم يتحملوا التذكره لحد. هو المدهش بنقطه كلام حضرتك، بس بتحكي عن ملحمه متكامله، التفاصيل والمثابره والاصرار. انا مش بس كده، انا كنت كمان بحضر له ان وزاره الصحه، يعني انا مثلا تواصلت مع دكتور محمد جاد رئيس هيئه الاسعاف علشان لو قدرنا ان احنا نوصله لحد مصر يبقى هيئه الاسعاف مستنياه تحت الطياره علشان تقدر تنقذه ويطلع على طول مباشره للمستشفى الخاص بحالته هو. الحقيقه الراجل ما تاخرش دكتور طبعا محمد، يعني بصراحه جهد رائع من حضرتك. ويمكن قصه احمد ليها جانب عاطفي شويه، بس انا برضو عايزه استغل وجود حضرتك معانا على الهواء ونتكلم عن النهارده المشهد بالنسبه للمصريين بالخارج. حضرتك عملتي لقاءات متعدده مع محافظ البنك المركزي، مع وزير الماليه، مع مسؤولين مختلفين بخصوص إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج. صحيح. وصلنا لإيه في هذه الفكرة مع يعني روعتها ومطالبة المصريين بالخارج من زمان بشيء متكامل يربطهم أكتر وأكتر ببلدهم؟ حضرتك الفكرة بتاعت يعني الفكرة تحولت إلى أكثر من مقترح، لأن هو السيد رئيس الوزراء اعتمد ان احنا نبتدي ندشن هذه الشركه، واحنا دلوقتي يعني واحنا بنتكلم في اوريدي مجموعه عمل مشكله من هيئه الاستثمار والرقابه الماليه ووزاره الهجره والبورصه، قاعدين بيتشاوروا في شان انشاء هذه الشركه واي السيناريوهات يكون افضل. هل شركه هولدنج كمباني، يعني شركه مساهمه مصريه، ام صندوق استثماري الافضل بالنسبه للمصريين؟ بس كده عملنا استقصاء وسالنا المصريين في الخارج ايه المجالات اللي هم بيسعوا الى ان هم يبتدوا بالاستثمار فيها. واللقاءات ساعة مع الوزيرة بتهيألي عرفت حضرتك بشكل كبير أيضا الاتجاهات بتاعت المصريين في دول مختلفة، وخلتك تستمعي ليهم يعني بشكل مباشر، ده كان شيء مهم الصراحة جدا. طبعا يا فندم طبعا، وإحنا مش بس شغالين على المقترح الخاص شركة للمصريين للاستثمار في داخل مصر، يعني لا احنا عارفين كمان انه كان في جولات ليهم في بعض المشروعات الكبرى زي العاصمة الإدارية وغير
غيرهم ومحاولة إطلاعهم على المشروعات اللي بتجري لأنه ممكن يكون فيها فرص استثمارية تحقق الربح يعني ليهم. ده أكيد. الحقيقة مؤتمر الكيانات اللي عقدت في أول ما توليت كان يعني مؤتمر كاشف، لأن هو يعني قدرنا من خلاله نعرف توجهات المصريين، عايزين يستثمروا مدخراتهم في إيه، عايزين يحطوا استثماراتهم في أي مشروعات، إيه اللي هم مهتمين بيه، ومن خلال استقصاف الرأي عرفنا المجالات اللي هم بيركزوا عليها. بس احنا حضرتك مش بس بنفكر ليهم في ان احنا التوصية بتاعت المؤتمر الخاصة بإنشاء شركة استثمارية للمصريين في الخارج للاستثمار في مصر، هو ده الميزة الوحيدة اللي احنا شغالين عليها. احنا شغالين على صفقة متكاملة من المحفزات، اخذا في الاعتبار الاعتماد المصريين على تحويل مدخراتهم من مصر وسعيهم طبعا ان هم يستثمروا في بلدهم طبعا، هم يعملوا مدخرات لاولادهم واحفادهم في بلدهم الام. فده خلانا شغالين على في جميع المجالات على ان يبقى في صفقة متكاملة من المميزات للمصريين في الخارج، يدفعوا بالعملة الصعبة من ناحية، ومن ناحية ثانية ياخدوا مزايا وفرص تمييزية لأن هم اوريدي بيساهموا في بناء هذا الوطن. ايوه، وتبقى بأشكال متقدمة وتكنولوجية بأبس او غيره دي يسهل عليهم العملية. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا سيادة السفيرة. ومعالي الوزيرة اكيد طبعا نطمع بقى في لقاء مع حضرتك تشرح لنا كل التفاصيل دي بشكل يعني موسع ان شاء الله. بنشكر طبعا السفيرة سهى الجندي وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج. ويمكن الجملة المفتاحية في كلام الوزيرة بالنسبة لي 12 مليون مصري بالخارج، كل واحد فيهم أهم من التاني، يعني ما فيش حد النهاردة مهما كانت حالته صعبة، مهما كانت وضعه يستعصي على التدخل، مهما كان هو فين، هو مين، بيعمل إيه، هو مهم. ما فيش مصري النهاردة مش مهم، ما فيش مصري النهاردة ملوش قيمة. ودي يمكن من أبرز وأهم سمات الجمهورية الجديدة والعهد الجديد لمصر، قيمة كبيرة للمصريين، احنا مش قليلين. وده اللي بالفعل احنا بنشوفه في الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة في اتجاهات مختلفة. نروح بقى لقصة تانية حسام؟ نروح لقصة تانية. الحقيقة ما كانش ينفع نعدي النهاردة بدون ما نحيي مع حضراتكم ذكرى وفاة الفنان الراحل الكبير خالد صالح، اللي قدم رصيد هائل من الأعمال الفنية وتميز دايما بأدواره الحقيقة مش بس المميزة ولكن بالأدوار المعقدة. ويمكن لسه كتير مننا بيفتكر بعض هذه كمان الكلمات واللي بيقولها في أدواره، ومعلمة مع ناس. أنا بابا يالا مثلا في تيتو، اللي ملوش خير في حياتي، ملوش خير في مصر طبعا، في فوضى. كلنا بنفضل نقول الحاجات دي لحد النهاردة على فكرة، إما على سبيل التنظر أو بنفتكر موقف معين أو بنرمز ليها بدلالة معينة، وأصبحت حتى جزء من حواراتنا وتعاملاتنا اليومية مع أصدقائنا لما نيجي نهزر أو نيجي نقول فيه معقد أو كده. غير أنه هو كفنان نفسه، أنا حسام دايما بحس أنه هو بيربطني بفكرة أنه عمر الوقت ما يتأخر أنك تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها. بالتأكيد. أنه هو يمكن دخل الفن في سن متقدم، يعني ما كانش من الناس اللي بدأت حياتها بداية فنية، فبالتالي كان بالنسبة لي شيء مدهش أن أشوف فنان بالعظمة دي وبالأداء دوت وهو مش يعني خارج شارب الموضوع دوت من الصغر. يعني فبربطه دايما بفكرة إمكانية النجاح في أي وقت وفي أي مجال إن كنت أنت بتحبه حتى لو ما بدأتش فيه من البداية. بالتأكيد. كمان هو الحقيقة مش بس فنان متميز بطبيعة وحجم والثراء اللي قدمه في الأدوار المختلفة، لكن كمان بطبيعة دوره الإنساني. والحقيقة لما نسمع ناس بتتكلم عن خالد صالح في كل الانترفيوهات أو اللقاءات أو حتى عن كواليس علاقاته بزمايله، هنلاقيه أنه دايما كان محل ثقة واحترام، وكمان كان ليه أيادي بيضاء في كتير من الأعمال الإنسانية. فالحقيقة يعني بنحيي مع حضراتكم ذكرى فنان متميز على الصعيد الفني والصعيد الإنساني، وباقة حب مننا للفنان الكبير خالد صالح. من خلال هذا التقرير نلقي نظرة كده على أهم أعماله اللي دايما هتظل خالدة في ذكرياتنا، ونلتقي بحضرتك إن شاء الله قريب. الفنان الكبير نضال الشافعي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
يعني الوقفة كان لابد منها مع فنان كبير الحقيقة، كنا يعني متعلقين جدا بأعماله. بالتأكيد. نروح بقى مع حضراتكم لخبر تاني برضو مهم ومتعلق بجانب إنساني مهم جدا الحقيقة. سياسة وزارة الداخلية بتهدف دايما لتفعيل الدور المجتمعي في كل بقى القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع أي بلاغ له طابع إنساني. هنا جاء الأجهزة الأمنية تلقت جوه طبعا مديرية أمن المنوفية، جالهم التماس من إحدى المواطنات إنها مريضة وغير قادرة على الحركة، وهي موجودة في دائرة مركز شرطة أويسنا، وطلبوا منهم ان هم يساعدوهم في او يساعدوا السيده دي في الانتقال للمستشفى لتلقي العلاج. اعتقد من التقرير ده صوره يمكن من وحدات الانتقال اللي انتقلت بسرعه للمشهد. ونحيي طبعا هذا الدور الانساني، الحقيقه مش اول مره تحصل، ولكن كمان بنشجع هذا النوع من الاعمال. وكان في دايما وحدات الانقاذ بالحمايه بتدخل احيانا كمان لانقاذ بعض المشردين او بعض الحالات الانسانيه. الحقيقه كان لوزاره الداخليه جهد كبير ودور كبير في مساعدتها من اول ما بيجي البلاغ او من اول ما بتيجي الاستغاثه، وفورا بيتم الاستجابه والمساعده للأشخاص دي. وعلى فكرة اللفتات دي يعني حتى اللفتة الصغيرة بتساعد ناس كتير وبتخفف عليهم صعوبات الحياة وبتمثل لهم كده طبطبة أو يعني لفتة جميلة تساعدهم على الحالة الصحية الصعبة أو الظروف الصعبة. فبالتالي الحقيقة جهد مشكور، ودايما بنحب نسلط برضو الضوء على هذه اللفتات الإنسانية المهمة. بالتأكيد. خلونا بقى نروح لحضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع معاكم بقى نبدأ فقراتنا. خليكم معانا دايما في 90 دقيقة. وسهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة في موضوع أثار الجدل في الأيام الأخيرة، وموضوع له أكتر من بعد، بعد اجتماعي وبعد إنساني وبعد صحي وطبي وبعد كمان ديني وقانوني. مسألة التبرع بالأعضاء ناس كتير بتتكلم عنها خصوصا بعد الوفاة، ويمكن الفيديو اللي اتكلمت فيه النجمة والفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن تبرعها بأعضاء جسدها السليمة بعد وفاتها خلى ناس كتير تفتح هذه القضية وتعلق عليها وتاخد مواقف من هذا الموضوع إما بالقبول أو بالرفض. النهاردة هنفتح مع حضراتكم هذا الملف، وهتكون معنا الفنانة والنجمة الكبيرة إلهام شاهين. أهلا وسهلا بحضرتك. الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، حضرتك سمعنا؟ أيوة سمعاك. أهلا وسهلا حضرتك، منورانا. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا في 90 دقيقة يا فندم. أشكركم جدا، ميرسي يا حسام، ميرسي يا هبة، أنا مبسوطة إن أنا معاك. دايما حضرتك معروفة بالمواقف الجريئة، ما بتخافيش من الانتقاد يعني طالما مقتنعة بالشيء، لكن في الحالة دي عايزة أعرف برضو إيه الدافع وكان إيه توجهات حضرتك في هذه المسألة، وما قلقتيش شوية من إن الموضوع مثير للجدل؟ أنا ما بقلقش من أي موضوع مثير للجدل طالما أنا مقتنعة بيه. ودرسها كويس، أنا ما بتكلمش بحاجة إلا ما أكون درسها وفهماها، يعني مش بتكلم كده بشكل عشوائي عشان أنا ليه مزاج أقول رأي، لا أنا لازم أسأل رأي العلم ورأي الدين الاثنين. فهذا الموضوع أصلا صاحب المبادرة كان المفكر والطبيب دكتور خالد منتصر، وأنا أحترم آراءه جدا. ولما أنا سمعت منه قلت له ده موضوع مهم جدا ولازم كلنا نهتم وندعمه، وعملت فورا فيديو اللي انا نزلته امبارح ده اللي انتوا جايبينه على الشاشه، ده انا عاملاه من كذا شهر مش فاكره التاريخ بالظبط، بس نزلته وقتها ورجعت نزلته تاني امبارح لما يعني الموضوع بدا يسخن مره ثانيه. فهو صاحب المبادره، وانا سمعت بقى من الشيوخ عشان قبل ما في ناس تقول لك حرام وحلال بدون فهم وبدون وعي
أنا سمعت مثلا رأي وهقول بالأسماء الدكتور سعد الدين الهلالي وأنا رأيه جدا جدا هذا العالم الجليل، الشيخ خالد الجنجي أيضا نفس الرأي، وفي شيوخ كلهم علماء أجلاء بصراحة وبنحترم آرائهم يعني. طبعا طبعا علماء أجلاء، فأنا سمعت رأي الدين بالعكس، أنا اتقالي دي صدقة جارية على روحك بعد ما تموتي، يعني كل جزء من جسمك عايش إنسان بلا ألم، يعني واحد أعمى وفتح لما خد قرنية، أو واحد كان هيموت وخد قلب، أيا كان كل جزء عايش إنسان تاني ده صدقة جارية على روحك. فلقيت إن مش أنا بس بفيد، ده أنا كمان بستفيد. وفي نفس الوقت الرد على الآراء اللي بتتكلم في الدين بلا فهم، الروح هي اللي بتروح لخالقها مش الجسد، الجسد بياكل الدود في المقابر بينتهي. يعني أنا مش فاهمة موضوع الجسد ده، يعني اللي بيموت في حادثة سيارة ولا بيموت في غرقان ولا اللي بيموت اتحرق ولا أي حاجة أي حادث ده خلاص ما فيش جسد، أو اللي بيموت في حرب لا يضير الشاي سلخها بعد ذبحها يعني ولا شيء، الجسد ولا شيء بعد الموت ولا ليه أي أهمية، بيروح الدود ياكله، لكن الروح اللي بتروح لخالقها. فلازم الناس بس تتكلم عن فهم وعن وعي، وانا بقول شيء انساني، وبرضه ما فيش حد مجبر انه ينفذ كلامي، اللي مقتنع بكلامي وعايز يعمله خير ابقى انا عملت خير، واللي مش مقتنع ومش عايز يهاجم ليه؟ ما يسكت يفرط خالص. في ناس هاجمتك؟ في ناس هاجمت حضرتك؟ في ناس طبعا قعدت تقول هي بتتبرع بما لا تملكه، والجسد ده ملك الخالق، وكلام الحقيقه بعيد عن الدين وبعيد عن العلم وبعيد عن اي حاجه وبعيد عن المنطق. الحقيقه فندم انه في ما زالت بعض التيارات الدينيه اللي بتحاول تجرنا للوراء بشكل او باخر، لكن حضرتك طبعا طول عمرك معروف عندك الاتجاهات التنويريه، واولا بحيي حضرتك على دور ام جهاد كواحد يعني من متابعين حضرتك ومن الفانز لو تسمحي لنا، كان دور تاريخي يسجل في تاريخ الفن فبنشكرك عليه. يعني انا بحب الدور ده جدا جدا مسلسل وبحترمه، والحقيقه يعني الكاتب هشام عبيه والمخرجه كامله ابو ذكري قدموا لنا عمل طبعا من أروع ما يمكن حقيقي، يعني طبعا عمل فيه مجهود كبير من كل العاملين أمام الكاميرا ووراء الكاميرا، ورغم أن في أعمال كتير اتكلمت في الإرهاب لكن أنا بشوفه جديد تماما، لأن دايما الإرهابي كان يطلع راجل، أول مرة نشوف الإرهاب ست وزعيمة للإرهاب، ويمكن طبعا عشان كده ما سلمش من الانتقاد يا أستاذة إلهام، يعني من أول عرضه أو يمكن من قبل عرضه من مجرد الأفيش والبوستر بدأت الناس تنتقد، وبدأ الناس يعني الحقيقة ترد الأفعال غريبة جدا. لا هو القلق من إلهام شاهين، بس هي إلهام شاهين في عامله لهم قلق واضح لبعض الناس طبعا مش لكل الجماهير، لكن في نوعية معينة وهي يعني عارفين نفسهم يعني عندهم آراء متطرفة أنا ضدها جدا بهاجمها، فبالتالي هم هاجموا العمل من غير ما يعرفوا محتواه، مجرد ما نزل أفيش صورة أنت ما تعرفش الأفيش ده وراء إيه ولا الأحداث إيه ولا إيه المحتوى، ورغم كده هاجموا وقالوا نطالب بوقف العمل. طب يا عم أنت عارف العمل ده جوه إيه؟ بالظبط. أنا بطمن حضرتك إنه أصبحت في ثنائية أم الجهاد وأم الليث بقت حتى ما بين الأصدقاء لما حد يقول الرأي يعني شوية متخلف شوية يقول لك أنت هتعمل زي أم الجهاد وأم الليث ولا إيه؟ فأصبحت كمان من الدعابات اللي بتنم عن نجاح العمل. حضرتك ليكي عمل قادم في رمضان مع الأستاذ إبراهيم عيسى. دي يعني ضحكنا الناس، اتعمل كوميديا كتير قوي. أيوة طبعًا. أم جهاد وأم الليث. حضرتك ليك عمل آخر في رمضان القادم مع الأستاذ الكبير إبراهيم عيسى، هل هيحمل نفس الطابع التنويري برضو والتثقيفي والتوعوي اللي حضرتك بقالك فترة حريصة على تقديمه؟ جدا هيحمل جدا طبعا. الأستاذ إبراهيم عيسى كاتب عظيم ومتميز، وأنا مع آرائه وفكره تماما، فإحنا الاثنين يعني على نفس الموجة. أيوة. إحنا هنقدم شيء جميل إن شاء الله مع بعض. جميل وهيتم انتقاده، إحنا كده عارفين من أول هيتم انتقاده جدا. بعملها لا يتم انتقادها. أنا ما أعرفش ليه بقوا بيخافوا مني. ما بلاش إلهام شاهين. بعمل مسرحية، وقفوا المسرحية. الهم على أفيش، وقفوا المسلسل، إيه يا جماعة؟ يعني هو للدرجة دي بقى، يعني بقى فيه خوف من إلهام شاهين؟ أنا مش فاهمة الحقيقة.
يعني انا الحاجات دي بدات تضحكني، بدات اخدها بقى دعابه واعمل فيها كوميديا. يعني في الاول كانت بتزعجني، لكن الحقيقه دلوقتي قلبت معايا بكوميديا. طبعا المهم نجاح العمل في النهايه، وحضرتك من الفنانات المعروف عنهم اتساقهم النفسي يعني من زمان، وحضرتك الحقيقه ومن ايام فتره الاخوان بنتذكر مع حضرتك، انت دايما اراء حضرتك متسقه مع ذاتك وفي الاتجاه التنويري وضد التيارات المتشدده والمتطرفه، فبنحييكي دائما على هذا يا فندم. انا بشكرك جدا جدا، ولازم كلنا على فكره نتكاتف يعني، ونبقى تنويريين، والاعلام مع الفن مع كل المستنيرين من كل فئات المجتمع لازم يهاجموا هذا الفكر المتطرف، لان هم صوتهم عالي، واحنا يعني في ناس طبعا كتير افكارها مستنيره، ده هم قله قليله لكن فما بيوصلش، فعايزين يبقى صوتنا عالي، تاثير اكبر بالظبط، ويبقى لينا تاثير كبير، ويبقى لينا دور قوي عشان نخلص من الناس دي. دي رسالة مهمة جدا، وفعلا بشكر حضرتك على كل الرسائل. علامة على فكرة، يعني لازم تهتموا بالأمور دي، وإحنا كفن طبعا يعني الفن ما هوش طرف ولا تسلية، وإنما لازم يبقى ليه هدف ورسالة ويخدم المجتمع فعلا. هنشكر حضرتك الفنانة الكبيرة أستاذة إلهام شاهين، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا يا فندم. طيب يعني عشان نستكمل يعني الزاوية المتعلقة بموضوع التبرع بالأعضاء، سريعا هنروح للشيخ سالم عبد الجليل، لأنه الحقيقة برضو المسألة فيها بعد الديني مهم. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك، ويعني هخش في الأستاذ الكريم وبكل مشاهدك الكرام يا فندم. أهلا وسهلا، هخش مع حضرتك في الموضوع مباشرة. في ناس بتقول الإنسان لا يملك التصرف في جسده لأنه مش بتاعه يعني، فبالتالي لا يملك أنه يتبرع بأعضائه بعد الوفاة، وفي ناس تانية بتقول انه شيء ايجابي وصدقه جاريه وبساعد في حل معاناه او ازمه صحيه عند شخص ما. حضرتك وراي الدين هنا بيقول ايه؟ هو الحال اثنين بيمثلوا راي الدين، لان انت عارفه حضرتك المسائل المستحدثه دي بيكون دايما فيها راي وراي اخر، واحنا بنحترم وجهتي النظر. يعني الراي الرافض كان بيمثله الشيخ الشعراوي نفسه الله يرحمه واحسن اليه، وظل طول حياته بيرفض هذا سواء كان من حي او ميت، وشايف انه هذه الأعضاء ليست ملكا للإنسان ليكون بالتبرع بها. في حين الشيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي الله يرحمه، الشيخ الأزهر السابق، حسم هذه المسألة، وهو نفسه أعلن في أحد المؤتمرات بأنه ما عندوش مانع إطلاقا أنه يتبرع بأعضائه بعد الموت. فالمسألة فعلا جدلية، ورؤوس كبار من أهل العلم الذين يعني يعتد بهم ويعتبرون تكلموا في هذا الشأن. لكن القضية حسمها الحقيقة الأزهر الشريف أعتقد في حوالي 2007-2009 لما أقام يعني عمل دراسة مهمة جدا، مجمع البحوث ساعتها عمل دراسة مهمة جدا وحط عدة ضوابط سواء كان للمتبرع لحي أو من حي يعني أو من ميت. خلينا في حتة الميت نبدأ بيها، لأن حضرتك يعني أو حضراتكم مهتمين بالسؤال عنها، والضوابط فيها مهمة جدا جدا، وأهم هذه الضوابط أن يكون فعلا قد تحقق للإنسان الموت الحقيقي، سواء كان بقى هو وصى بهذا أو هتبقى عقوبة ليه للمحكومين بالإعدام، لأنه في بعض الآراء كانت صدرت برضه من قديم حول هذا الشأن، أن المحكوم بالإعدام من باب يعني الإمعان في عقوبته أن احنا ناخد الأعضاء النفعة، بغض النظر ده قانونا يمشي او ما يمشيش، انما في النهايه لو بنتكلم على ناحيه قانونيه تجيز نقل العضو يبقى لابد ان يكون فيه موت حقيقي. ما بنتكلمش هنا عن موت اكلينيكي اللي هو الموت باعتراف او بتعريف الاطباء. ايوه احنا محتاجين الموت بتعريف الرجل البسيط العامي اللي الانسان في البيت يقول ده فلان مات، يبقى انتهت حياته بالمطلق. وهنا يا أستاذتي ويا أستاذ الكريم، هنا هنلاحظ أنه بعض الأعضاء لا يمكن إطلاقا نقلها حال الموت الحقيقي. هنا فيها بقى التفصيلة الطبية أو مراجعة طبية الحيانة. هو الموضوع محتاج وقت أكتر، لكن أنا بشكر حضرتك طبعا للآن الشيخ سالم عبد الجليل، فضلت الشيخ نورتنا، وشكرا على هذه القراءة الدينية. وبالفعل الموضوع يعني له أكتر من جانب، وناس كتير بتتناوله من أكتر من ناحية، ويمكن الفيصل فيه برضو العنصر النفسي، يعني في ناس حتى لو مقتنعة أنه ده صح بتبقى الفكرة عندها صعبة شوية، وفي ناس بتقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني مسألة فيها مسألة فيها يعني آراء الحقيقة مختلفة، فكان مهم ان احنا برضو نعرض لحضراتكم الآراء دي، نتوقف مع اكتر من وجهة نظر واكتر من رأي.
واحنا عرضنا الموضوع ده في 90 دقيقة كمان الأسبوع الماضي، وكان في آراء الحقيقة دينية متنورة بتهدف لده، وكان في بعض الآراء كمان اللي بترجع للشيخ الشعراوي، وطرحنا ده وطرحنا ده، ولكن في اتجاه عام يعني في البلد لينكون في مفهوم حديث. لكن أنت مع الرأي ده برضه. طيب هنروح لفاصل ونرجع بقى نستكمل مع حضراتكم فقراتنا النهاردة وموضوعاتنا في 90 دقيقة، خليكم معانا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة. فاكرين حضراتكم لما كنا بنقول إن إحنا 100 مليون وعندنا دايما نماذج مشرفة وإيجابية وملهمة جدا، وبدأنا نعرض منها بعض النماذج في مجالات التعليم. النهاردة إحنا معنا نموذج معنا في الاستوديو، مهتمين جدا إن إحنا نوري حضراتكم الشخص ده إيه الإنجاز اللي عمله، تحول من حال إلى حال. أنا مش عايز أحرق قصته لأنه بالفعل قصته ملهمة جدا، واللي يمكن نقدر نقوله عن هذه القصة انه ما فيش حاجه اسمها شماعات للفشل، ما فيش حاجه اسمها اسباب للفشل، ما فيش حاجه اسمها انا ما تعلمتش وما كملتش تعليمي وما وصلتش لحلمي او طموحي عشان ظروفي كانت صعبه او الوضع الاقتصادي اللي حواليا مثلا ما كانش مساعدني. لانه الانسان لو حط قدامه هدف وصمم عليه وكان عنده الشغف وعنده الرغبه هيوصل الهدف ده بكل تاكيد. وما فيش افضل النهارده من دكتور رائف الحقيقه صلاح عشان يكلمنا عن هذا النموذج ويكلمنا عن الفكره دي وندلل بقى عليها بقصتك وحكايتك وتحكيها لنا انت. اولا اهلا وسهلا بك معايا. اهلا وسهلا بحضراتكم دكتور رائف، منورنا ونور حضرتك، ربنا يعز حضرتك. ايه الحكايه؟ انت اولا حطيت بوست خلى الناس كلها تحكي عن قصتك، قول لنا البوست كان ايه والقصه بتاعتك. انا حطيت بوست بس في لحظه تجلي كده، فيعني بقول زوجتي يعني شوف الواحد كان فين وبقى فين دلوقتي. فالبوست ده يرجع يعني ل 2005 ايام ما كنت شغال عامل تشوينات في شركه سكوير في سان ستيفانو في اسكندريه. وكنت مختار الشغل ده تحديدا يعني لان كان اجره عالي، وحتى لما نزلت على السوشيال ميديا اللي كان 20 جنيه فالناس بتحسب ال 20 جنيه ده في الوقت الحالي. طبعا 20 جنيه من وقت وكان بيبقى فيه زيادات وكده، وزائد ان هو ورديه بالليل يعني. فكنت بخلص شغل من 12 ل 8 اروح يعني اتشطف وارجع تاني احضر محاضراتي اروح كنت وقتها طالب في كليه التربيه جامعه اسكندريه فاروح ابيض محاضراتي انام شويه ابدا يعني ايه انزل الشغل تاني وهكذا يعني. شغلك بقى كان ايه؟ كنت بتعمل ايه بالظبط؟ بتشيل وتحط هو اللي يعرف عامل التشونات ده بيبقى يعني عامل تشونات ده بيبقى فيه زي فوقيه زي رئيس عمال كده، وفوق رئيس العمال ده فيه مشرف، وفوق المشرف ده المهندس. فاحنا مسؤوليتنا التشوينات، بترفع تشوينات بقى يعني رمله طوب سيراميك رخام تتبهدل بقى طبعا من بالليل بقى من 12 ل 8 صباحا ورديه، مختار ورديه بالليل عشان اقدر اواظب على يعني على شغل على محاضراتي وبرضك ما انساش المحاضرات. تدرس فلسفه؟ كنت بتدرس فلسفه وقتها؟ كنت طالب في كليه التربيه وتخصص الدقيق مواد فلسفيه، علم نفس وفلسفه واجتماع ومنطق يعني. قبل ما ادخل كليه التربيه كنت عايز ادخل فنون جميله. يمكن برضك نوجه الساده المشاهدين لفكره ان انت ممكن تكون حابب حاجه قوي وما تجيش فاحنا ما نيأس، وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. صح. هي الايه بقى في اكمالتها والله يعلم وانتم لا تعلمون. فهو ده الشاهد بقى ان ربنا عالم ايه اللي هيحصل بعد كده. فالانسان عليه السعي. عليه السعي وليس الانسان الا ما سعى. طب فانت عليك السعي. فكنت عايز ادخل فنون جميله ويعني ودخلت بالفعل يعني ويعني ونجحت في اختبارات القدرات، بس نتيجه لظروف ماديه بدات احول بقى من كليه عمليه، لان حضرتك عارفه او حضرتك عارف ان كليه الفنون الجميله بيبقى تكلفه وادوات غاليه. بدات ادخل على طول كليه التربيه ككليه نظريه اشوف شغلي واصرف على نفسي او على من اعول، وفي نفس الوقت اذاكر واشتغل ويعني واجتهد وكده واوصل لاعلى حاجه يعني. وقبل الكليه حضرتك ما فهمناه انه لم تكن الحياه الاسريه سهله
وكانت التحديات كبيرة. فحضرتك كمان كنت مش مطالب انك تعمل نفسك، كنت كمان تساعد العائلة. نعم. وتساعد. نعم. نفسك وتذاكر، يعني برضو الواحد ما يتخيل مجهود ضخم يعني. وكمان اختيارك ل برانش من العلوم او يعني مجال برضو محتاج مذاكره، والفلسفه مش سهله يعني. فازاي قدرت تعمل التوازن ما بين ده كله؟ استاذ حسام، استمراريه السعي تعني او تضمن حتميه الوصول. اللي عايز يوصل، لا معلش نقول الجمله الثانيه لان دي جمله مهمه جدا. استمراريه السعي تضمن حتميه الوصول. على قد مبسطها، اللي يسعى ويفضل يسعى ويستمر لازم ربنا هيوصل كده كده، ولازم ربنا هيكافئك في الاخر. ما فيش الفشل ملهوش مبرر، مفيش بديل تاني، والنجاح ملهوش اعذار زي ما بيقولوا. تسعى وتشتغل على نفسك وتجتهد، ولازم ربنا هيكافئك. ومش شرط المكان اللي انت بتسعى فيه ربنا يكافئك فيه، ياما ناس سعيت في حاجات كتيره وربنا عوضها بافضل. طبعا طبعا. فاحنا ما نزعلش. فزي ما بقول لحضرتك، انا هدفي كله ان انا اطلع مهندس ديكور. يعني ده كان حلمي من احلامي، ونجحت بالفعل في اختبارات القدرات بتاعه الفنون الجميله. وزعلت جدا ان انا يعني الظروف الماديه منعتني ان انا اوصل. بس أبقى هنا بقى نقطه التحول. لو انت كنت استسلمت للزعل في وقتها والاحباط والياس ان انا عايز اكمل في فنون جميله وعايز اوصل فيها لكذا وما قدرتش اعمل ده، لو كنت انت استسلمت للفكره دي بتهيألي ده كان هيعوق نجاحك في المجال اللي انت فيه دلوقتي. طبعا. فكره الياس عمره ما تمكن مني في اي مرحله من حياتي. تعرضت لازمات كتيره، عمري ما الزعل مني بياخد اكتر من يوم. والله يا استاذه هبه، اكتر من يوم ما ياخدش مني الزعل خالص. حتى لما اتاخر التعيين بتاعي، كنت من اول على دفعتي ومن اوائل كليتي، اتاخر التعيين بتاعي وعايز اشوف اجراءات الجيش وكذا. وده كان اثناء وجودك في القاهره حتى في العمل؟ لا، كنت في اسكندريه. اربع سنين في الكليه كنت فيهم في اسكندريه في شغل سان ستيفانو. كنت اخلص وزي ما بقول لحضرتك اشوف محاضراتي. خلصت اربع سنين الكليه مستني التعيين، وطلعت الاول، مطلع الاول على الدفعه ومن اوائل كليتي، مستني التعيين بقى بتاعي. فالتعيين اتاخر، قعد له بتاع سنه. حضرتك عارف يعني التعيين بتاعنا بياخد له اجراءات طويله وموقفها من الجيش. فكل الفتره دي ما وقفتش، قلت انا هشتغل واتعب. كملت في نفس الشغل. المشروع خلص من سان ستيفانو واتنقل للقريه الذكيه عندكم هنا في مصر. احنا بنقول مصر دي يعني القاهره. القاهره. فاتنقل المشروع للقاهره في القريه الذكيه. سافرت مع زمايلي رئيس العمال والمشرف اغدونيا، وسافرت واشتغلت برضك من نفس الشركه. كانت في شركات واخده القريه الذكيه وراسكم يعني شركات كبيره سكوير. وانا كنت في شركه سكوير. بدات اشتغل. كانت حصل لي ظرف كده بسيط، كنت خاطب في الفتره ديت. فلما التعيين وقف في التزامات وكده فما يعني ما حصلش نصيب يعني. فانتقلت للقاهره وطلبت من الرئيس العمال بتاعي ان انا بدل ما اشتغل ورديه اشتغل ورديتين. ان انا بشتغل 8 ساعات اشتغل 16 ساعه. خلاص ما فيش دراسه وفي عمل بدني. عايز توظف وقتك كله؟ لا، مش هوظف وقتي كله. انا مش عايز افكر في اي طاقه سلبيه. عايز اخلص ال 16 ساعه وانام. ما افكرش في اي طاقه سلبيه، لان حضرتك عارفه ان ازمه ان حد الخطوبه ما تتمش وانت شايفه ان دي افضل حاجه واحسن حاجه. اكيد. عشان ما يتمكنش منك الزعل او الياس، اضطريت ان انا اشتغل ورديه تانية. تخلص 16 ساعه يوميا عشان اقدر انام، منتظر عندي امل في ربنا كبير ان تجيلي الوظيفه اللي جاءت بقى الوظيفه يعني. والحمد لله. وتحركنا من عامل باليوميه زي ما انت بتقول بيشتغل ورديه كم ساعه 8 ساعات في اليوم ويشيل ويحط والعفره، لدكتور رائف صلاح في جامعه الاسكندريه وبتدرب دلوقتي. ده انا يعني زي ما بقول لحضرتك، يعني اي ازمه بتجيلك بتبقى قدامك طريقين، يا اما يعني تبكي على اللبن المسكوب او تحول المحنه اللي انت فيها ديت لمنحه وعطيه من ربنا. فانا اخترت الطريق الثاني. اقسمت على نفسي ان انا لازم اقف على رجلي فعلا. فربنا كرمني، ربنا كرمني بعد سنه من التخرج بتعيين معيد بقسم المناهج وطرق تدريس المواد الفلسفيه بكليه التربيه جامعه اسكندريه. انتوا اللي بتحطوا المناهج؟ احنا مسؤولين عن وضع المناهج وتطوير المناهج وتقويم المناهج. قسم كبير وقسم عظيم وكليه طبعا عريقه يعني كليه التربيه.
بس فرحت منزل البوست ده على اعتبار ان بقول يعني الواحد كان فين وبقى فين. عوض ربنا يعني كنت منزله للطلبة بتوعي ان اقول لهم يعني انك تقدر توصل للحلم اللي انت عايزه وتقدر تبدأ من الصفر. عايز اقول للطلبة ان انا الطلبة حسوا بده عملوا لك ممر شرفي وتسقيف والصور غرقت الفيسبوك ويعني دايما علاقتي انا من المدرسة النقطية انا يعني تلميذ الاستاذ الدكتور كمال نجيب والاستاذ الدكتور شبل بدران دول رواد في المدرسة النقدية. باولو فريري بقى والمدخل الإنساني في التدريس إنك تراعي الطالب وتعامله كإنسان ليه قيم وليه وجهة نظر وحتى لو كانت مختلفة مع وجهة نظرك. باولو فريري احترام التعددية الثقافية إن أنت ممكن يكون مختلف معاك إنما لازم تحترمه، لازم تحترم الطالب حتى لو كان مختلف معاك دينيا وأنت تجربتك الإنسانية كمان تخليك أكثر انفتاحا وتسامحا. أنا خدت على والطريقة اللي بتحكي بيها عن بدايتك بفخر وباعتزاز ده برضو ليها دلالة عقد مجتمعية كده في الموضوع. لا لا خالص، لازم نكون متسامحين ولازم الطالب يكون مصدقك. طب إيه رأيك توجه أنت رسالة النهاردة للشباب وكل الناس اللي بتتفرج عليك واللي يمكن تكون عندها مصاعب في حياتها ونعتبر ده حسن الختام للفقرة؟ أقدر أقول له إن أنت لازم تحط أهداف لنفسك، لازم يكون عندك ثقة بنفسك، لازم يكون عندك ثقة في ربنا، لازم تستمد ثقتك ديت من جواك. مش نستمد ثقتنا في آراء الناس، آراء الناس متقلبة. ممكن الناس شايفينك دلوقتي أعظم دكتور في جامعة اسكندرية وبعد شوية من أول إخفاق ليك تبقى مش عارف أقل إيه وينتقدوك فثقتك لازم تستمدها من جواك مش من آراء الطلب. أوعى تقارن نفسك بغيرك، ربنا خلقك مختلف، إن سعيكم لشتى، فكل واحد مختلف عن التاني، أنت مش شبه حد، أنت مختلف عن غيرك، فأنت أوعى تقارن نفسك بغيرك، حط أهداف لنفسك زي ما احنا بنقول عندنا في كلية التربية بنحط أهداف بعيدة وأهداف قريبة. حط هدف بعيد إنك توصل له، حط أهداف قريبة وواحدة واحدة إن شاء الله توصل وما فيش يأس بإذن الرحمن. ملهم جدا والله بجد، أنا يعني شخصيا سعيدة جدا بيك ونموذج مشرف وفعلا يا ريت كل الناس زي حضرتك كده وعندها نفس التفكير. احنا مش بس بنحتفي بالدكتور رائف صلاح الأستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، احنا بنحتفي بتجربة إنسانية كبيرة عريضة وملهمة. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا انا شخصيا، نورتنا يا رب. شكرا، نشوفك ان شاء الله بقى وانت رئيس جامعة اسكندرية في الايام. ربنا يعز حضرتك يا رب. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك. شكرا. هنروح حضراتكم لفاصل وبعد الفاصل هنرجع ايضا وفقرة مهمة وايضا على ضوء الحوار الوطني والافراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، هنقرا هذا المشهد وهنشوف ازاي ممكن نبني عليه في الفقرة القادمة. لن يقف في وجه أحد فخطواته بالجميع وللجميع، وهذه بشائر لجنة العفو الرئاسي التي تنجح يوما بعد الآخر في ترسيخ مفهوم الوطن بدمج المفرج عنهم في المجتمع. ولا شك أن الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطني تعد أولى ثمار الحوار الوطني الذي يجري الآن ليبعث برسائل مهمة للأطراف السياسية المختلفة. ومن أبرز هذه الجهود العمل على إعادة الطلبة المفرج عنهم إلى جامعاتهم والموظفين إلى أعمالهم، كما تجري متابعة كافة الطلبات الخاصة بالمفرج عنهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى. وفي هذا السياق أوضحت لجنة العفو الرئاسي أن هناك تعاون كبير من قبل مؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المصرية المعاونة مع اللجنة من أجل تسهيل أعمالها، مشيرة إلى أن كل حالة من الخارج
الفراريين من السجون سيتم بحث أمر دمجها في المجتمع على حدة تفادياً لاستهدافها بأفكار متطرفة. وأكدت اللجنة أن عودة المفرج عنهم لوظائفهم ربما يحتاج إلى تشريعات، ولذلك يوجد باللجنة عضوين في البرلمان يعملان على مسألة تشريع دمج بعض حالات المفرج عنهم وإعادتهم لوظائفهم مرة أخرى. وتستقبل لجنة العفو الرئاسي كافة طلبات أهالي المحبوسين على موقع اللجنة الإلكتروني وكذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان. هذا وقد تم تخريج أكثر من دفعة على مدار الفترة الماضية من المسجونين أو المحبوسين احتياطيا قيد قضايا سياسية لتمهيد أجواء نجاح الحوار الوطني في تحقيق أهدافه التي يأتي على رأسها الوطن. أنا بحضركم مرة تانية، ويمكن في الفترة الماضية وفي أكثر من مناسبنا شاهدنا إطلاق عدد كبير من المحبوسين احتياطيا وبعض المناشدات اللي كانت أيضا متعلقة بيهم، وبدأ تحقيق ده طبعا عن طريق لجنة العفو الرئاسي، وازدادت هذه المطالبات وتفاعل معها مع بداية الحوار الوطني الجميع بدأ يأمل فيه أن يكون انطلاقة وانفراجة كبيرة في الأفق السياسي. وكمان كان في ايضا من اسبوع دفعه جديده تم الافراج عنها، منها بعض الاسماء الشهيره ومنها بعض الاسماء غير الشهيره، وده كان محط الحقيقه ترحيب من كثير من الاصوات السياسيه بما فيها اصوات المعارضه والشخصيات الكبيره زي الاستاذ حميد صباحي وغيرهم من ايضا الشخصيات. وكمان بالتزامن مع ده كان في كمان يا هبه نقدر نقول انه في ترحيب في وسائل الاعلام العالميه، مش كلها طبعا وبنتفهم ده، ولكن كان في ايضا ترحيب لدى بعض وسائل الاعلام العالميه واشارات ايجابيه لبدء حاله من الحوار الايجابي والسياسي في مصر الذي يمكن البناء عليه ونشوف نتائج كمان اعظم واكبر، لان ما زالت تطلعاتنا الحقيقه اكبر بكثير. خلونا نرحب بهذه الفقره، نقرا قراءه موضوعيه في هذا الموضوع وكمان كيف يمكن ان نبني عليه وازاي ممكن ده يكون كمان ليه اصداء ايجابيه على المستوى السياسي وايضا الاقتصادي والاجتماعي. وبيسعدنا طبعا دائما ان نرحب بالدكتور العزيز علينا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا منورتك العاده. مساء الخير لحضرتك. مساء الخير على حضرتك. اتفضلي فهمي. النهارده حضرتك بتشوف التاثيرات السياسيه للشغل اللي بتقوم بيه لجنه العفو الرئاسي، ويعني الحقيقه اكتر من قائمه واكتر من خطوه، ويمكن مؤخرا كمان مساله دمج المفرج عنهم والشغل على دراسه كل حاله على حده في الفتره القادمه ان كان المفرج عنه دوت في مجال عمل معين او في دراسه. التاثيرات السياسيه للتفاعلات دي حضرتك بتشوفها ازاي؟ هو طبعا خطوه جيده زي ما ذكر حسام، طبعا هي القوائم المتتاليه بتدي صوره جيده على فكره الدوله المصريه. البعض بيربط ده بفكره الحوار، وده صحيح انه احنا بنربط ده وبنحاول بقدر الامكان يبقى في قوائم متتاليه وتسريع بمعدلاتها، وده شيء جيد بيؤكد جديه الدوله في التعامل مع المناخ الخاص بعملية الحوار وانعكاسه. طبعا الرسالة المهمة هنا ان احنا بنقول انه الدولة بتاخد هذا القرار من منطق القوة وليس منطق الضعف. ربما تكون في زوايا معينة مش مرتبطة برد الفعل، ان رد الفعل الغربي احنا مش محتاجين شهادات حسن سير وسلوك من حد، لكن احنا بنقول ان الدولة واثقة وعندها امكانيات وقدرات كبيرة جدا. فالنهاردة في فرصة جيدة ومناخ بتشكل نتيجة لدعوة السيد الرئيس لإجراء الحوار تحت شراكة الوطن، إن إحنا جميعا شركاء في الوطن، وبالتالي فكرة الحوار الوطني اللي هي سائدة في الإقليم أستاذة هيبة، يعني مش في مصر بس، لكن إحنا بنعمل الحوار في ظل نجاحات للدولة بصورة أو بأخرى، والجميع مدعو ولم يتم إقصاء أي تيار باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية. وبالتالي نحن نتكلم من منطق محدد، وهو إنه هؤلاء لابد أن يعودوا يحصل نوع من الانتجريشن أو إنه يرجعوا لتكاملية المجتمع ويشتغل وتبقى كذا. في خبرة لدى الدولة المصرية في موضوع عناصر الجماعة الإسلامية في التسعينات، وأنا كنت بقول لكم قبل الهوى ودي كانت تجربة مرتبطة بظروفها. النهاردة ما أقدرش أعملها في الحالة دي لأولا اختلاف الظروف، اختلاف المناخ اللي بتجرى فيه هذه الأمور. لكن في نقطة مهمة جدا أنه الناس اللي بتشتغل مفترض هتعود إلى عملها، بعضهم صحفيين وإعلاميين وفي توجيهات من السيد الرئيس بهذا الأمر، والبعض رجع بالمناسبة إلى عمله، فبالتالي لم تعد هناك أي مشكلة.
الطلاب هتبقى اعادتهم الى الجامعه ان هم يندرجوا تاني ويندمجوا في الجامعات ويكملوا دراساتهم امر مهم للغايه. فبالتالي حضرتك بتزيل حاله الاحتقان داخل الاسر لانه الطالب الجامعه اللي هو بيرجع للجامعه مش قضيه انه احنا عايزينه مواطن يكون له قبول وحضور وفي نفس الوقت يتماشى مع مواطن صالح. خليني اقول المواطن الصالح ده يعني ايه؟ يعني حضرتك بتغير له، مش بعمل له تصحيح في الافكار او الاراء او ما الى ذلك، انا بطلعه لكي يكون مقبول في المجتمع، بمعنى انه لا يتهم امام زملائه في الجامعه او في اماكن العمل الاخرى انه كان مقبوض عليه او ما الى ذلك. لا، احنا بنتكلم على اعاده تهيئته. ان خليني اقولها بصراحه، لازم تعمل له اعاده هيكله للبنيه الفكريه لذهنه، لانه هو كان وإن كان كلهم مش الكل مفرج عنهم منتمين للتيارات الاسلاميه المتطرفه، يعني في حالات بقى اللي احنا بنتكلم فيها ان في حالات معينه يعني تيارات مختلفه وبالتالي هيعودوا لممارسه عملهم وشغلهم. مش عايز اتوقف امام بعض الاسماء اللي خرجت وانتقدت، فهيبقى دي امور في سياقها، يعني مش عايزين نقول ان دي حالات استثنائيه، لكن المجموعه اللي طلعت نتيجه لدراسه الحالات شيء جيد. ولكن من منطلق برضه شفافيه، بما انه المناخ العام بيقبل ذلك الان، يعني البعض كان بيشوف برضه انه احيانا حضرتك عارف برضه لما تروح تقدم في شغل جديد او كده ولو انت كنت سجين مثلا في قضيه سياسيه او شيء، يعني شوف بيبقى في تخوف. انا بس عايز اميز حاجه بعد اذن حضراتكم عشان برضه الامور توضع في نصاب. ليه احنا بندرس الحالات كلها والقوائم؟ طبعا في توجيهات من القياده العليا والسيد الرئيس هو المتبني المناسبه للفكره والاجهزه بتعملها، لكن لابد ان احنا نعطي للجهات المعنيه حقها في الافراج عن العناصر. يعني انا هكون امين مع حضرتك، وزاره الداخليه لما تعترض على بعض الاسماء ده حقها، عندها اسباب، في اسباب ومبررات، فبالتالي ما انتقدش ده، لا دي الجهات المعنيه الاصيله تمام اللي هي مفترض هي تحقق في هذا. فما اطلعش اقول ان الداخليه اعترضت او تحفظت هنا. في شفافيه وفي امور وضوابط ومعايير، لكن برضو في فكره زي ما حضرتك بتقول فكره المسؤوليه. انا برضو ما اقدرش اخرج للمجتمع شخص يكون ضار او ينشر افكار سلبيه او يرجع يهدم في المجتمع من جديد. انا عندي معايير وضوابط بطبقها، لكن هو الحالات بقى اللي هي بيتم دراستها ده شيء مهم، لان حضرتك عايز تسرع ده لكي تنقل الصوره ان احنا في مناخ بيتشكل، وبالتالي بتغلق الباب امام المنصات المعارضه والمحطات المعارضه اللي هي قاعده بتنتقد. ولان سيادتك لما تجيب التقارير الدوليه اللي بتطلع في هذه الموضوعات، وانا اتمنى ده يتعمل، ان حضرتك حلل هذه التقارير اللي طالعه، مش هتلاقي لها مصادر. يعني لما يجي يقول لك على ارقام او اسماء، هات له هات المصادر، زي ما احنا بنلجا كاكاديميين في تفسير بعض الحالات، هتلاقيها مصادر مجهله. صح. وبالتالي الاتهامات اللي بتلقى للدوله احيانا غير صحيحه، يعني مش هقول منظمات كلكم عارفينها، هذه المنصات المعارضه لا تستند في دراساتها وفي، وعايز اقول كمان، وتقارير وزارات، يعني تقرير وزاره الخارجيه الامريكيه على سبيل المثال، برغم كل الانتقادات لا توجد فيه مراجع، لا توجد فيه اسانيد، حتى يقول لك احنا بناخد مصادرنا من كذا، وتقارير اخرى من منظمات دوليه كبيره. فاحنا في انتقائيه شديده طبعا، في انتقاء اجزاء معينه من الدوله، تربص بالدوله، احنا بنصحح الصوره دي وتحامل. وهنا برضو يهمني الفت النظر للجزئيه اللي حضرتك ذكرتها في بدايه كلامك، انه ده مش رد فعل او مش استجابه لضغوط معينه، والدليل على ده فكره التوقيت. ليه النهارده الدوله المصريه بتقوم بتطورات في الملف دوت؟ عشان ده متناسب النهارده مع مرحله التطور. هو حضرتك بتهيئي الاجواء مش لانجاح الحوار فقط، في مقومات. انا بس تملي اقول انا مش عايز اختزل الحوار، لان انت بتتكلم حضرتك استاذ حسام على الحوار الوطني يا استاذ هيب، وده شيء شامل تمام، مش عايز ادخل في منعطفات اختزله في موضوع العفو الرئاسي عن بعض الحالات. لا، شروط انجاح الحوار الوطني في مصر ان يكون الجميع على قدر المسؤوليه. صحيح. انا مش هحول الحوار الى مكلمه، انا عايز الحوار الوطني يكون بيناقش قضايا مهمه بناء على توجيهات من سياده الرئيس. النهارده الاحزاب تكون على قدر المسؤوليه، لازم نقعد نقدم اوراق سياسات، ما اقعدش اتحاور 7 ساعات و8 ساعات يا جماعه. النهارده احنا مستبشرين ليه؟ لان الحوار فيه شخصيات كبيره وازنه. النهارده حضرتك شوف الشخصيات الكبيره سواء في مجلس امناء، في المحور السياسي، اسماء الاقتصاد الاجتماعي، اسماء لها تاريخ سياسي كمان. فانت قاعد يعني انت جايب علي الدين هلال في المحور السياسي، علي الدين هو من هو في المحور الاقتصادي، وجايب مستشارين للحوار، جايب ناس قامات في الاقتصاد زي الدكتور احمد جلال، فانت جايب اسماء كبيره وازنه تستطيع ان تقدم جديدا لهذا البلد. في رؤى بقى فعلا حقيقيه تطرح، وده اللي يضمن نجاح الحوار. نجاح الحوار زي ما بقول لا اريد ان اختزله حضراتكم في العفو
الرئاسي. العفو الرئاسي ده شيء على الهامش بيهيئ الاجواء، بيدي رؤيه استبشاريه ان انت حضرتك متفائله بجو المناخ اللي حصل فيه، لكن احنا عندنا قضايا اهم. والقضايا الاهم انا في تقديري انها بتخضع لاولويات. ربما انا هكون امين مع حضراتكم، انا النهارده لو بتقولي لي ايه القضايا اللي هتفرضها على الحوار، اقول المحور الاقتصادي مش المحور السياسي، لانه السياسي ربما ياتي مؤجل، الاقتصادي هو الاهم. والا سياده الرئيس لما دعا لفكره المؤتمر الاقتصادي ده اهميه اولى، ان احنا لازم نقعد نتفق على السياسات الماليه والنقديه وبرنامج الاصلاح، تبقى فيه رؤيه كلنا بنلتف حول الدوله. ده ملف اول في العالم كله النهارده تناقش، احنا مش بنقول لكن ليها الاولويه. لا، المحور الاقتصادي قد يكون ليه اهميه. الامور الخاصه بالعفو الرئاسي وغيرها دي بتعطي الامل في انه يبقى الحوار شامل للجميع، ويبقى بنزيل حاله الاحتقان يا استاذ حسام لدى بعض التيارات بصوره او باخرى، وبنستجيب للمطالب القوى السياسيه المختلفه، مش فقط اليساريين، لا ده كل القوى السياسيه في مصر. جميل. طب انا عايز اسالك سؤال، بما انك طبعا دايما بتربط لنا الاحداث المحليه بالدوليه وبتدينا نظره شامله وكبيره، يعني طبعا شهدنا الافراج عن اكثر من دفعه في الفترات الاخيره وعلى مدار الاشهر الماضيه، لكن احيانا ايضا لما بننظر في وسائل الاعلام العالميه بنلاقي بعضها ما هو مرحب وبيشجع هذه الخطوات، وبنلاقي احيانا انه في دائما ربط الملفات باشخاص معينه بشخوص معينه في العمليه، واحيانا بتبقى فيها قدر من انواع الضغط السياسي يعني بشكل او باخر، حتى لو من وراء السطور وما بين الكلمات، سواء وسائل الاعلام اللي بنعتبرها معاديه او وسائل الاعلام الغربيه اللي بتربطها احيانا بملفات وقمم معينه واحداث معينه ستشهدها مصر. حضرتك شايف ازاي نقدر نفرق ما بين الاتهامات لهم الحق في الخروج ودعمهم وغيره، ومن يتم استخدامهم كورقه سياسية؟ شوف انا عايز اميز بين حاجتين. انت عندك نموذجين تموا ايام اداره الرئيس ترامب لو انت تذكر، وفي حاله طلعت نتيجه لانه كان ما في هناك مطالب امريكيه. لكن انا مش عايز اختزل الامور في موضوع الحقوق والحريات والديمقراطيه والليبراليه، لانه انا مش هقع كمصر تحت ضغوطات معينه. المرحله دي تجاوزناها يا جماعه، وانا اتمنى اقول موضوع الشهادات الحسن السير والسلوك الدوله المصريه مش محتاجينها قويه خلاص. فانت تجاوزت ده، لكن في موائمات، في موائمات. انت بتكلم مجتمع دولي، المجتمع الدولي النهارده هو بيتكلم مع حضرتك كاستاذ حسام، بيقول لك في معايير دوليه زي ما انت حضرتك بتعرف حقوق الانسان بالمفهوم الشامل، بسياده الرئيس تملي يقول حقوق شامله، وهم بيفسروا بتفسير سياسي هو صح واحنا صح بالمناسبه، لان دي مفاهيم بس دي خصوصيه مجتمع برضه. لكن احنا النهارده بنقول ايه، في معايير وضوابط لكل مجتمع بتحكمه، لكن في معايير دوليه. يعني انا ما اقدرش اخترع علم علوم سياسيه، ما اقدرش اخترع فكره علاقات دوليه، لكن اقدر اطور لحضرتك فكره العلاقات الدولية في موضوعات معينة بعد أزمة أوكرانيا، أقول لحضرتك مجالات جديدة نقدر نتكلم فيها، لكن مش هبني علم جديد في هذا الأساس. عندي بقى مشكلة مهمة قوي في هو شخصنة بعض قضايا الحوار وشخصنة ما يمكن أن يتم، ربط الحوار الوطني ببعض الأسماء التي تعود أو لا تعود، وبعضها عاد بصورة أو بأخرى. تمام، الباب الوطن كله يستوعب كل الشخصيات. القضية أنه هل ده يضيف ولا لا؟ صح. كل مصري يقدر يضيف في إطاره إذا كان مواطنا صالحا، لكن في شخصيات مش عايز أسميها عشان ما تزعلش مني، بعض الشخصيات بقى. بعض الشخصيات أنا ما ردتش أسمع. بعض الشخصيات قد تربك المشهد. أنا أمين مع حضراتكم وأنا راجل أكاديمي، فمش يعني مش ماليش في الأحزاب، لكن أنا أقدر أقول لحضرتك إنه في بعض الأسماء عودتها ستربك المشهد. هتقولي لا ده رمز للديمقراطية والحرية، لا هو بيشتغل بمعايير وأنا بشتغل بمعايير، هو يحرض على الدولة المصرية لا يمكن أن تستوعبه. يعني النهاردة التحريض على الدولة المصرية من منصات معادية خارج مصر يجب أن نتوقف أمامه. هناك تحريض على ما تقوم به الدولة من إنجازات، محاولة التشويش على إنجازات الدولة المصرية. القضية أنه هذا التحريض يمسني وأنا بفرض استقرار بلدي. النهاردة أنت عايش حضرتك أستاذ حسام أستاذ هيبة في إقليم مضطرب بكل ما فيه، أنت عندك استقرار سياسي وأمني واقتصادي، الدول حواليك في الإقليم بتحسدك على هذا. إحنا مش بنقول أنه ده مهدد، لكن أنا النهاردة محدد مشروعي الوطني، مشروعي الوطني اللي انا بحطه تحت اطار انه يبقى في حوار، هذا الحوار يستوعب الجميع. لكن النهارده انا ما شخصنه بشخص او اثنين او ثلاثه اقول هم هيرجعوا ويشاركوا ويعملوا، هم مش هيصلحوا مصر. اللي صلح مصر هو اولادها اللي قاعدين في مصر واللي هم عاشوا في مصر، والرؤى مش هتتغير يا جماعه. في ناس في المراجعات، وانا بقى افكركم مع اول اختبار لهم ثبت انهم غير مواطنين يعني صالحين، وعادت الافكار اليهم مره
أخرى. لا إحنا مش عايزين نور في قناع وتلاقي قناع. طبعا. فبالتالي عند الضرورة أنا محتاج النهاردة استقرار. الحمد لله هذا البلد فيه استقرار أمني، استقرار سياسي. صحيح أنه ربما ستكون هناك ترتيب للأولويات، لكن أنت عندك مشروع وطني للدولة المصرية. هذا المشروع الوطني محتاج أن إحنا نقوله، محتاجين الناس تعرفه، مش النخبويين اللي زينا، الناس البسيطة في الشارع. أنت لازم تدي نبرة تفاؤل للمواطن، مش تقول له الحوار واقف على قضية واحدة. لا، الحوار يتسع للجميع. أنا في تقدير الاقتصاد أولا، تأتي القضايا السياسية وأي قضايا اجتماعية وثقافية. إحنا عايزين ندرس ما الذي جرى في سلوك المصريين، عايزين ندرس القيم اللي اتغيرت في المصريين. دي موضوعات حضراتكم مهمة، لكن الأولوية النهاردة للسيد الرئيس لما قالوا اعملوا مؤتمر اقتصادي يا جماعة، اقعدوا ناقشوا، عايزين نحدد السياسات المالية والنقدية، عايزين نقول هنتحرك ازاي في الملف الاقتصادي، وتأتي بقى الموضوعات الأخرى بصورة أولى. تحديد الأولويات فعلا دي يعني خلاصة القول. صحيح. بشكر حضرتك طبعا، دايما بتعمل لنا مشهد متكامل وربط متكامل، خصوصا احنا داخلين على احداث يعني فيها زخم كبير. شكرا طبعا لحضرتك دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، على وجودك معنا. نورتك العاده يا فندم، ربنا يخليك. وبشكرك يا حسام النهارده، احنا وصلنا ختام حلقتنا. شكرا جزيلا. وختام حلقتنا النهارده بنشكر حضرتك، وطبعا هنكمل معاكم بقيه الاسبوع انا وهبه ان شاء الله في المرات القادمه لغايه يوم الاربعاء. ان شاء الله نشوفكم على الف خير وصحه وسلامه، وحلقه جديده من 90 دقيقه. صباح الخير.